السيسي قعد كام يوم يتنطط زي كرة الجلد في الصعيد، تقريبا أسبوع، بيفتتح مشروعات ويلقي كلمات ويتصور مع أطفال ويقابل أهالي ويروح ويجي وينظر ويتفلسف كالعادة، بس ما كانش واخد باله إن زيارته دي للصعيد عملت تجميعة ممتازة لأفكاره اللي بيحكم بيها البلد. شرحت للناس الراجل ده بيفكر إزاي وبيتصرف إزاي. التجميعة دي السيسي كان بيقول بين سطورها إيه المخاوف اللي جواه وهو ناوي على إيه، إيه أهم الملامح اللي رسمها كلام السيسي في الصعيد. تعالوا نشوف. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص اللهم. من فترة اتكلمنا عن أول يوم في جولة السيسي في الصعيد واللي كالعادة مسك فيها الحديدة وقعد يهري كتير. كان أغلب الهري ده رد أو تعليق على كلام نجيب ساويرس اللي قاله في آخر الشهر اللي فات بخصوص سيطرة الجيش على الاقتصاد. كان واضح يومها إن كلام ساويرس عن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري واللي بتحرم القطاع الخاص من المنافسة، كان واضح إن كلام ساويرس عمل صداع للسيسي. عشان كده السيسي مش بس أخد معاه كامل الوزير يوم الكلمة دي وقال له قول أنت يا كامل إحنا قد إيه بنحب القطاع الخاص وحاطينه جوه حبابي عينينا، لا ده كمان حب يجود في كلمات تانية بعدها وأخد معاه المقاولين بتوع القطاع الخاص ذات نفسهم عشان يعمل بيهم نمر. بس النمرة دي ردت في صدره وتحولت لسكتشات كوميدي، تحس ان السيسي فيها كان شارب حاجة صفرة خلت كلامه مع المقاولين يتحول لكوميديا سودة ومادة للسخرية على السوشيال ميديا. لكن رغم الكوميديا السودة اللي في تصريحات السيسي وتعليقات الناس والإعلام المعارض عليها، ممكن نطلع من كام كلمة اللي قالهم في الصعيد بعض الملامح الرئيسية للفكر بتاعه، ده لو كان عنده فكر وطريقة في الإدارة يعني لا سمح الله. بسهولة جدا هتلاقي حضرتك ان اول واهم ملمح كشفت عنه كلمات السيسي في جولته الأخيرة في الصعيد هو السبهلله. أو والله زي ما بقول لك الراجل اللي فالق أبونا كلام عن حياته العسكرية وإنه عقلية علمية معملية فزة وبقاله 50 سنة بيدرس قضايا البلد وبيفكر في حلول ليها، الراجل ده باختصار بيدير أمور البلد بمنتهى السبهلله والعشوائية. والمرة دي اللي بيقول كده مش قناة معارضة ولا يوتيوبر مختلف مع السيسي ولا تقرير أجنبي، لا ده هو اللي بيقول كده بنفسه. دلوقتي التلاتة دول يكلفوا كام؟ بالأسعار الجديدة فعلا يتكلفوا ما بين يعني لو قلنا سيادتك الواحد ما بين 2.5 لـ3 مليار، دلوقتي سيادتك ممكن يتكلفوا حوالي 9 مليار. ها دكتور مصطفى حاضر يا فندم. انت 7.5 يا فندم. لا يا راجل 2.5 وهنضغط شوية. سمعت ايه؟ طب بقول لك على حاجه، لساتك عمر والمقاولين اللي بيشتغلوا معانا سامعين الكلام ده؟ موجودين كلهم يا فندم. موجودين معانا؟ ايوه يا فندم كلهم، كل اللي شغال في المحاور. الحاج سعيد موجود؟ موجود يا فندم. الحاج سعيد بقول لك ايه، تشتغل في ديشنا ده وتخلصه خلال سنه؟ لا انا بتكلم صحيح عشان خلصه. اخلصه يا فندم. طب تاخد الفلوس بعد سنه. حاج سعيد اللي شفته حضرتك ده واكيد عدى عليك الكام يوم اللي فاتوا في السوشيال ميديا ما كانش فقره كوميديه السيسي قرر انه يسلي بيها المواطنين ويرفه عنهم شويه، لا ده فعلا كلام في مشروعات كبيرة أو المفروض إنها كبيرة ومهمة وبمليارات وبتتظبط على المصطبة اللي عاملها السيسي دي. السيسي حب يعمل بيان عملي على إزاي هو بيحب القطاع الخاص وبيثبت بنفسه طريقة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة وإنه حافظ أسمائهم واحد واحد. قال لك بس يا معلم إحنا ناخد المقاولين بتوعنا ونوري الناس على الهوا إن القطاع الخاص أهو شغال زي الفل. بس المصيبة إن الطريقة اللي السيسي قدم بيها النموذج ده كانت بالشكل اللي حضرتك شفته ده، مصطبة غرزة، ناس بتتكلم عن المليارات بشكل يوحي انها مش فاهمة ولا مقدرة اصلا حجم الفلوس اللي بتتكلم فيها. 7.5 مليار. لا يا راجل 7 ايه بس، عليا ب2.5. طلع لي يا ابن المقاول من الدرج. احج سعيد تشتغل في ديشنا اللي هو طريق محور في منطقة ديشنا في الصعيد، تشتغل في ديشنا وتخلصوا لي خلال سنة. النقطة الاكبر بقى في الجزء اللي جاي من السكتش. حج سعيد ايوه ما هدي لك فلوس كوبري المنيب بقى خدها اصرفها هنا. ها احرجتك؟ لا مش عايز احرجك، مش عايز احرجك. طب اديك جزء يعني. بلاش تعليماتك يا فندم، اوامر يا فندم. اوامر ايه؟ لساتك تؤمر بيه. اوامر ما تفعش. طب اسمع يا حاج سعيد. اوامر يا فندم. هياخد 25 لغايه لما يسلمه لنا. تمام يا فندم. ماشي كده؟ تمام يا فندم. بس على طول. حاضر يا فندم. ماشي اهب؟ تمام يا فندم. ماشي؟ تمام. طيب مين تاني موجود؟ طبعا السيسي لو كان قال للحاج سعيد فعلا انه هيشتغل من غير فلوس، ما كانش الحاج سعيد هيقدر يتكلم والا هو عارف هيحصل فيه ايه، وكان هيبقى قدامه حل من اتنين، اما انه يقعد على جنب ويتحرم من نهيبه المشاركه في المشروعات الكبرى، او انه يحصل محمد علي في اسبانيا ويقعد جنبه ويحكي ذكرياته عن ايام الشغل مع الجيش. لكن الاهم من المسخره اللي انت شفتها دي هو ان السيسي اللي بيعاير المصريين دايما وبيقول انه هو بس اللي فاهم وعارف بيعمل ايه ودارس كل حاجه، السيسي تجاوز قوانين المناقصات والقواعد اللي بتنظم المشروعات الكبيره وعمل اسناد مباشر لمشروع المفروض انه مشروع قومي، عمل له اسناد مباشر على الهوا كده للحاج سعيد ورتب معاه السعر والنسبه وكل حاجه ولا كان في حكومه ولا وزارات ولا اي حاجه. وده حقيقي فعلا مفيش لا حكومه ولا وزراء ولا اي حاجه،
لان الوزراء مرصوصين ورا السيسي زي ما حضرتك بتشوف كده، وبيذنبهم زي التلامذه ويهزقهم ويبستفهم، وكلهم واقفين زي ما يكونوا عساكر في كتيبه. العشوائيه والسبهلله اللي السيسي بيوزع بيها عطايا المشروعات القوميه دي هي اللي بتفسر لك كل السياسات العجيبه اللي السيسي ماشي عليها من لحظه ما مسك الحكم، وبيتصرف بيها في كل الملفات من غير الرجوع لحد ولا استشاره حد. وعشان كده انت دايما تلاقي نتائج سلبيه للسياسات دي من غير ما تعرف هي جت منين. يعني مثلا زي ما فلوس البلد مهدره في مشروعات كبيره بالمليارات ملهاش عائد نتيجه ان السيسي بيوزع المشروعات بالعشوائيه دي، هتلاقي سياساته الامنيه هي كمان اسبابها مش مفهومه بس نتائجها دايما كارثيه، معتقلين بعشرات الالاف وتصفيات خارج اطار القانون بالمئات وهكذا. وسياسته الخارجيه شرحه سياسه عشوائيه اتسببت في ان مصر تخسر دورها الاقليمي والنيل يضيع، وبلد زي اثيوبيا بتلاعب نظام السيسي على الشناكل ومش عارف يعمل معاه حاجه وهكذا. الملمح الثاني اللي كشفت عنه جوله السيسي الاخيره في الصعيد، واقصد هنا الملامح الرئيسيه من ملامح المشروع الكبير بتاع عبد الفتاح السيسي، هو ان عنده هس ورعب دائم لا ينقطع من الشعب والناس والغضب الشعبي، وخصوصا اوضح مثال للغضب الشعبي ده اللي هو ثوره يناير. السيسي في الصعيد كان واضح جدا انه عارف انه على راسه بطحه، وكان واضح انه عارف انه بيعمل حاجه شمال في البلد، وانه عارف ان الناس مش راضيه عن اللي بيحصل، وان في غضب جوه الناس حتى لو هم مش قادرين يعبروا عنه. عشان كده في واحدة من كلماته خلال جولته في الصعيد مسك الحديدة وهاتك يا تشنيع على ثورة يناير وتحذير من انها تتكرر، ومن غير اي مناسبة السيسي حشر الكلام عن ثورة يناير وهو بيتكلم عن قطاع الاعمال تعليقا على كلام وزير قطاع الاعمال. يعني كل مصنع كان موجود راح لو حتة ارض بزيادة عندهم راح عاملين فيها ايه جمعية وبنبني مساكن للعمال، وماله ما انا معاك بس كل حاجة بايه بحساب، ما تبقاش بقى ده كهربتها وميتها والغاز بتاعها منين يا هشام على الشركة. مش مدهشين مش مستغربين، عرفتوا ليه بلاكو كانت هتضيع في 2011؟ عرفتوا ليه بلاكو كانت هتتخرب وتضيع؟ انت بتتكلم كده ليه يا عم؟ انا لن انسى 2011، لن انساها، والمفروض يا مصريين ما تنسوهاش ابدا في كل اجراء بتعملوه وفي كل خطوه بتتحركوها، ما تنسوش 2011. ليه؟ اللي انقذكم ربنا يا دكتور مصطفى، ربنا وحده اللي انقذ البلد دي من مصاير الخراب والدمار لاجل خاطر ال100 مليون والناس البسطاء والغلابه واللي موجودين في مصر والحكمه الالهيه. كلام السيسي عن ثوره يناير بالشكل ده وبالحده دي وبعد سنين قضاها في السلطه ووعد فيها المصريين انه ينقلهم نقله تانية خالص، الكلام ده ملوش غير تفسير واحد بس، هو انه على راسه بطحه وخايف من تكرار غضب الناس في ثوره يناير. وما تعرفش ليه بعد ما السيسي حط على ثوره يناير لو ما كانش هيحلم انه هيبقى محافظ ولا وزير حتى الا اذا كانت حصلت، مش بس يحلم انه يبقى وزير، ما تعرفش ليه بعدها قال البقين دول. تبقى احنا هنكرر نفس المسار تاني؟ اكرره تاني يا هشام؟ لا والله. طب الكلام ده يزعلكم؟ برضو ده يزعلكم، اني بحاجه عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني، سواء كانوا مسؤولين او ناس ماسكين شركات او كلام من هذا القبيل. ده كلام برضو ما تزعلش الا من نفسك، ما تزعلش انك انت تكون سبب في دمار بلدك وخرابها. هو مين اللي زعلان من اللي بيعمله السيسي وعبر له عن زعله؟ وهل في مسؤولين زعلانين من اللي بيعمله السيسي؟ وهل في مسؤولين اصلا في مصر يقدروا يزعلوا من السيسي فضلا عن انهم يعبروا له عن زعلهم؟ وليه قال كده بعد كلامه عن ثوره يناير اللي بيخاف من مجرد انه يقول اسمها حتى؟ وهل السيسي بكلامه ده كان قصد انه يوجه رساله لجهه ولا حد في البلد مختلف مع طريقه ادارته بيقول له فيها ان لو ما جتش معاه سكه الناس هتقوم علينا كلنا وهنطير كلنا مع بعض؟ كل دي اسئله بعض اللي حاولوا يحللوا خطابات السيسي في الصعيد شافوا فيها قلق من تكرار ثوره يناير او حاجه شبهها بسبب سياسات السيسي رغم كل القمع الامني والقبضه الحديديه، خصوصا وان السيسي نفسه في كلمته قال ان في مسؤولين في شركات قطاع اعمال مختلفين معاه في طريقه الاداره. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان محدش في مصر كلها يقدر يعلن اختلافه مع السيسي، عشان كده مش مبلوعه حكايه ان مديرين شركات قطاع الاعمال هم اللي مختلفين مع السيسي. فهل بقى في حد تاني هو المختلف معاه؟ لانه كمان لما اتكلم عن الاختلافات دي كرر الاسطوانه المشروخه بتاعه انه ما بيخافش من حد، وانه بيخاف من ربنا بس، وان الكرسي اللي هو قاعد عليه بتاع ربنا بس، وان ربنا لو قال له يلا امشي هيضرب له تعظيم سلام وهيمشي. التاني اللي قلت فيها اللي هي الاداره، وانا بقول لكم وده ممكن كل زمايلنا اللي موجوده في شركات قطاع الاعمال يختلفوا معايا، يقول لك لا احنا بندير كويس. انا ارد عليه بحاجه واحده، ايه هي؟ ايه هي؟ لا لا، بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ بأمرت مجالس الاداره اللي فلوسها بالكم على الهوا بتتكلم كده؟ اه طبعا، انا لا بخاف ولا بيهمني اللي هي البلد بس، لكن ما بخافش من حد خالص. العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي انا فيه ده بتاع ربنا، وقت ما يقول لي يلا هعظم وامشي. الملمح الثالث اللي نطلع بيه من كلام السيسي خلال الاسبوع اللي قضاه بيتنطط في الصعيد ويمسك الحديده ويهري ممكن نسميه انا مش مبارك. ازاي؟ السيسي عنده تقريبا 67 سنه، سن مش صغير، لكنه حريص دايما انه يوري الناس نفسه وهو بيلعب رياضه ويركب العجله ويلبس كاجوال والجو ده. الجزئيه دي في ناس شايفه فيها رساله ضمنيه من السيسي انه محدش يستنى انه يرحل من الحكم قريب، لانه مش زي مبارك اللي الناس صارت عليه وخلعته بعد ما عجز وايده ارتعشت في الحكم وبقى يجامل الناس ويسكت عن اوضاع غلط عشان ما يستفزش الشعب. لسان حال السيسي بيقول
لا حليتها منك ليه؟ انا قاعد على قلبكم ومكمل. وعشان كده في المقطع ده هتلاقيه بيحزق ويقول ان اللي حصل في 2011 اللي هو ثوره يناير يعني اللي بيخاف يقول اسمها مش هيكرر. يعني باختصار انا مش زي مبارك اللي لما خرجته عليه اتنحى وساب الحكم ومشي. عقده انا مش مبارك اللي عند السيسي هتلاقيه برضو بيعبر عنها دايما لما يكرر معنى انه مش زي مبارك اللي عشان يحافظ على الكرسي ساب اوضاع كتير غلط في البلد من وجهه نظر السيسي، وجامل الناس لغايه ما البلد باظت يا حوش. في البدايه سيادتك بس ليه ما بيقولش ليه؟ بيقولش ليه؟ خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن، ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن، سكه حديد تعبانه وطرق تعبانه ومواني تعبانه، كله تعبان. السيسي بيطرح نفسه دايما باعتباره الحاكم الشجاع القوي اللي ما بيخافش من حاجه، مش زي مبارك يعني، لا بيخاف من انتقادات المجتمع الدولي لحاله حقوق الانسان في مصر، وعشان كده بيزود الاعتقالات والاحكام باستمرار على المعارضين، ولا بيخاف من المواطنين، وعشان كده ما بيترددش انه ياخد سياسات قاسيه اقتصاديا. وعشان النقطه دي هتلاقي السيسي دايما شغال في سياسات رفع الدعم سواء عن الكهرباء والميه والغاز وغيرها او حتى عن رغيف العيش وغيره من السلع الاساسيه. وعشان كده هتلاقي مثلا خلال زيارته للصعيد روج لموضوع ان الناس تدفع فواتير الكهرباء والميه وغيرها مقدما من خلال الكروت الذكيه والعدادات الجديده، مع ان ده مش معتاد في مصر وغريب على المصريين بحجه ان قراءات الكهرباء بتيجي مش مظبوطه. ال 34 مركز دول هل ممكن ان احنا نغير لهم عدادات بعدادات مسبوقه الدفع؟ يبقى انا خليته النهارده هو شايف هو يعني، لان في ناس اشتكت لي ان القراءه مش مظبوطه. معلش يا دكتور شاهين، انا صح. فممكن، طب ايه اللي هيبقى مظبوط؟ هو انك انت تلاقي نفسك العداد معاك وانت اللي بتشحنه، ويبقى ما فيش حد لا بيقرا لك ولا لا انت اللي بتنظم استخدامك لل. والسيسي لانه معزول عن الناس مش فاهم ان كلمه القراءه بتيجي غلط معناها ان الكهرباء غاليه يا بيه، فبدل ما يخلي في عينه حصوه ملح في الايام الصعبه دي ويقلل اسعار الخدمات، قال لك خلاص اللي الناس هتدفعه اخر الشهر لما يجي المحصل ويقرا الفاتوره يدفعوه اول الشهر قبل ما يستهلكوه اصلا. وامتدادا لموقف السيسي من فكره الدعم هتلاقيه خلال زيارته للصعيد وبينما هو بيتكلم مع كامل الوزير عن حاله السكه الحديد واسعار التذاكر، قال ببساطه انه هيرفع الدعم الموجه للتذاكر، رغم ان اهل الصعيد اغلبهم بيعتمدوا بشكل شبه كامل على القطارات في السفر لكل مصر. الموظفين اللي موجودين، لا انا هحولها بمنتهى الوضوح، التذاكر طبعا. انا الخط ده يكلف 5000 جنيه عشان يتحرك، انا باخد 1000 جنيه، هفضل ادعمه واستحمل معاه كام سنه؟ سنتين ثلاثه، وبعد كده يا دكتور مصطفى ينهار مني يا فندم. ينهار طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ ليا انا ولا للحكومه ولا للمسؤولين عن قطاع النقل في مصر؟ لا انا بقول للمصريين، عشان ما حدش وهو بيكلمكم يقول لك السكه الحديد تعبانه ليه؟ اصل الحكومه كانت مش كويسه. لا وطبعا سيادتك انا مش محتاج اقول لك ان طول الاسبوع اللي قعده السيسي يتنطط في الصعيد ما جابش سيرة أي إجراءات ممكن يعملها بحيث تخفف الحمل عن المواطن، زي مثلا زيادة المرتبات أو لا سمح الله أي حاجة بالشكل ده يعني. الخلاصة إن الزيارة دي اللي استمرت أسبوع تقريبا وقال فيها كلام كتير قوي، كل الكلام ده كان متفق في الإطار العام مع كلام السيسي في مناسبات ومؤتمرات قبل كده، بس ميزة اللفة اللي عملها في الصعيد والكلام الكتير اللي قاله قوي هو إنه لخص بشكل كامل كل حاجة متعلقة بالسيسي وقطع الطريق على أي حد لسه مش فاهم ومستني أي خير من حكم السيسي ونظام، وزي ما قلتلك بلسانه لحد بيحلل ولا حد بيعلق على كلام، ونشوفكم على خير إن شاء الله.